عم مبروك علي علي مبروك لوش مبروك مبروك يا برنس حبيبي حبيبي مبروك خلص طلعت اخوان يا رب يا رب يا رب ما تقولوا ما قدر لا لا لازم اعمل منيح شفت ماي سينجينج مكان منيح انت منطقيا لقيت ماي سينجينج منيح انت منيح وزن اوكي كان في اغلاط بس كان في كثير اغلاط مش كثير مش هالقد لا ولا يا رب هذه تتويو حطيت لك اياها انا مون انت ليه عم خلص ما تعصب حالك لعب في نفسك انا شايفه ان اي انسان في الدنيا انت انا واحده من الناس عندي موهبه وانا عارفه ده كويس بس في اغنيه بكون موفقه فيها وفي اغنيه بكون مش موفقه فيها مش وقت بهالوقت من البروجرام بس مش هذا عادي اي انسان في الدنيا بيكون موفق في حاجه ومش بيكون مش موفق في حاجه دي حاجه طبيعيه انت مش كامل هتغني كل حاجه وتغني كل الالوان هالاشياء ما عم بقدر اتخلص منها يا عم هالاشياء ليش ما عم بفهمهاش ايه بنظر على الكاميرا هول جريماس عم بيضايقوا كان انا عم بضايقوني انا ما عملت اليوم جريماس شفتك شو اي جريماس عم تحكي على فكره هو ما عملت ما علقش على حضورك ولا علق على بس الغنى بس ما هيدا اللي قادر غنيه على هالطبق انا طيب زلمه انا راس سوقي سوري لا اوكي اوكي خلاص ووضع الجني الاغنيه دي انت خدتها وايا كان ايه اللي حصل بس انت غنيت كويس انا واحده من الناس ما كنتش موفقه اغنيتي بالمره بس دليك شغله كنت ناطر عن جد انه يشوف هادي او يشوفه انه هيدا كان تحدي الي واذا انا طلعت قد هالتحدي ولا لا يعني انا بس بحاجه اوقف على جري بعد هالنهار امبارح بس بحاجه حط جري على الارض وقول انا كتر خير الله غنيت طلعت على المسرح وقلت يعني بس بدي كيف انا كنت معتبره تحدي يعتبروني تحدي كان الي ولا مره قال لي انه غنيت حلو وليك وانا وين وصلت لبرايم 8 جاي علينا برايم 8 الله برافو شو الله 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 جريئه جريئه ايه انا كنت انا كنت بقول له لما قال غلطت قال ملعبي قلت ايش انت ملعبي قول ولا مره غنيت حلو وصلت لبرايم 8 برافو يا بت برافو شو بك بدي اغني بدي الغنى جات ما كنت اوت اوف تيون ابدا لا لا كان كثير حلو انيس كان كثير حلو انت حلو انت طلعتي برا وفعلا الراب احلى من الغنى فعلا انا الغنى كان بالمره الغنى كان بالمره الراب عندك في الاخر سرعه الراب استغربت حلو قلت لك قبل كده ان الفوق ممكن تجيب برا فاهم قصدي؟ صدقني مش عارف نرغي كثير بقى هو الفكرة انا يعني انا قدامك انا كنت بحاول اشوف حاولت قد ايه اغنيها اكتر اغنيات مرنت عليها بس يعني في غصب عنك اغاني بتبقى حتى مهما عملت فيها ممكن ما تبقاش لايقة عليك بس الاغنية لايقة عليك بس انت اللي خفتي منها وده اللي وصلك لكده انت المفروض تخافي انت المفروض تخافي منه وانت عارفه كده ما كنتش عارفه حتى افتح فيها صوتي كويس مش عارفه يعني انا مش هكذب على نفسي انا عارفه ان انا الحمد لله يعني عندي حاجه حلوه بس يعني عادي في اغاني بتتوفق فيها وفي اغاني لا بس انه بس ان الواحد يعني يرجع ورا بشكل كبير قوي كده في اغنيه في الراي ما فيش ورا بشكل كبير في فرق ان 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 حد بيبقى حاطط عليه امال ويرجع ورا لو رجع ورا قد كده نص ربع خطوه بالنسبه له رجع ورا كتير فاهم قصدي هو ده اللي هادي عايز اوصله لك فهمتي بس فالموضوع بسيط بس هي الفكره زي ما انت قلتي مش كل الاغاني بتخدمك زي ما انت طلعتي في اغنيه غنيتيها وقال عليكي واو فاهم زي ما هتطلعي في اغنيه ممكن ما تخدمكيش مش حباها مش مرتاحه لها غصب عنك فيها مشكله لكن في الاخر بنتفق ان انت عندك حاجه كويسه بس عادي جدا يعني نفس بصي نفس المشكله اللي عندك نفس المشكله اللي عندي عادي انا ما خدتش اغنيه اقدر اظهر فيها باخد كلمتين وبطلع
مش ده اللي هقيم فيه بس يعني. هنعمل ايه؟ بس دي اغنية هتتغنى حلو اغنية وكل حاجة بس ما خدمتكيش قلتيها كويس ما خدمتكيش بس ما خدمتكيش احنا لازم نحط ان 50% الاغنية ما خدمتكيش عشان انت ما فاتتش عليك وال 50% التاني مشكلة عندك مشكلة عندك لان انت اللي خفت منها وكان بامكانك تقوليها احسن من كده انت واضح من اول ما دخلتي كده انت واضح عليك انك خايفة خايفة بقى انك ما تخشيش صح خايفة انك انت كده التانية دي تفوتك كل ده غلط كنت لازم تبقي واثقة انك انت جايبها هي دي كانت مشكلتك بس هنرجع في الاخر نتكلم ان انت لسه راجعه منين انت لسه راجعه من دوم وان انا ايه دوم وان عارفه يعني يعني كل الناس متفقه كل الناس متفقه انك انت الاسبوع اللي فات تستاهل انك تاخدي ده غير انك خدتيه قبل كده ده غير انك قبل كده وقبل كده كنت تاني وتالت بس هي الفكره ان هادي بيتكلم من حته ان ما هو يبقى شايف حد واو ربع خطوه بالنسبه له انه رجع ورا كتير ما هو ما هو برضو نفس الوضع ما تحس ان انت كنت قدام وبترجع ورا ما اعرفش هيأثر عليا ازاي بس هرجع اقول لك تاني هو مش قصده انك انت رجعت لورا قال لي وضعك الوحيده اللي لها وضع خطير لا والله العظيم قال لي كده يا حبيبتي انت هايدي حاولي تركزي في الكلام شويه اللي بيتقال عارفه التحفيز السلبي هايدي بيعمل تحفيز سلبي